نقول مبروك طبعا، نقول مبروك مبروك لكل الأهلوية في كل مكان. عرض ونتيجة تليق بملك ملوك أفريقيا. نادي الأهلي الحقيقة صار وجال وحقق نتيجة إيجابية لم يكن أكثر المتفائلين يحلم بيها في مباراة وصفت بأنها تكاد تكون الأصعب والأهم في مشوار النادي الأهلي في الموسم الحالي في دوري أبطال إفريقيا. مبروك لجماهير النادي الأهلي، من حقك تحتفل، من حقك تفرح، ولكن المسابقة ما زالت في الملعب. صحيح أن احنا قطعنا شوط طويل جدا، وصحيح أن احنا رجلنا اليمين وجسمنا كمان كله وصل المباراة النهائية، لكن فاضل لسه الرجل الشمال. الجولة اللي جاية لا تقل أهمية، وبيتهيألي كمان بعد سيناريو مباراة كازابلانكا لا تقل صعوبة. تخاف من إيه؟ تخاف من اللي ما عندوش حاجة يخسرها، ده طبيعي، والوداد ما عندوش حاجة يبكي عليها، وأعتقد إن كل السيناريوهات قدامه مطروحة، وزي ما قلت لحضراتكم أيا كانت نتيجة اللقاء في القاهرة مفيش حاجة هتأثر عليه، عشان كده يمكن يكون عنده دافع ويمكن تكون عنده روح المغامرة أكبر بشكل كبير، وده اللي ممكن يخلي المواجهة صعبة، لكن الأهلي على أرضه أعتقد إنه من الصعب. خلينا نشوف، قدامنا أيام بسيطة جدا بيستعد فيها البطل إن شاء الله بإذن الله إن هو يواجه الوداد المغربي في لقاء العودة. الحقيقة يمكن وأنا فرحان امبارح الحقيقة وأنا بتابع الماتش كانت لي في فرحة تانية من نوع تاني، افتكرت سيناريوهات كتيرة جدا وكلام كتير جدا الناس كانت بتتكلم عنه طول الموسم، كلام من نوع انه الاهلي حسم بطوله الدوري لانه المنافسه في الدوري المحلي ضعيفه، وكلام ناس ثانيه بتقول انه الفرقه بقت فاضيه، وناس ثالثه تقول لك البطوله مش عارف في الملعب والبطوله جايه من المكتب، لكن الحقيقه دايما الاهلي بيرد في الملعب، وامبارح رجاله الاهلي ردوا على كل الالسنه اللي انتقدتهم، وانتقدت اداره الاهلي في مناسبات كثيره جدا، وانتقدت حتى التعاقد مع موسيماني اللي الاهلي الحقيقه منذ ان تولى الجنوب افريقي المسؤوليه وهو بيقدم اقوى عروض، نتمنى ان شاء الله انها تستمر. مبروك على حضراتكم مره ثانيه.